بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نستكمل في هذا اللقاء المبارك ما بدأناه سلفا في شرح كتاب البداية في أصول الدين للإمام نور الدين الصابوني على مذهب وعقيدة الإمام أبي منصور الماتريدي رحمهم الله بواسع رحمته وفضله. وكنا قد تناولنا في الدرس الماضي إثبات الصانع بعد أن أثبت المصنف أن هذا العالم حادث بكل ما فيه من سماء وأرض، شرع في إثبات أن لهذا الكون صانعا وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أثبت القدم لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي المصنف مباشرة بإثبات صفة الوحدانية لله، إثبات أن الله واحد لا شريك له. وهنا ينبغي أن نفهم أن المصنف بادر بصفة الوحدانية قبل أي صفة، لأنها أخص خصائص الذات الإلهية، أخص خصائص الذات الإلهية، ولأن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قدمها. عندما نقرأ في آيات كثيرة في القرآن الكريم، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقدم الله سبحانه وتعالى صفة الوحدانية على غيرها من الصفات الأخرى. قل هو الله أحد، قدم صفة الوحدانية على غيرها، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقدم الله سبحانه. فاقتداء بما جاء في القرآن الكريم يتبع المصنف هذا النهج ويقدم الكلام على إثبات صفة الوحدانية، وهو موضوع درس اليوم. والمناسبة بين هذا الدرس والدرس السابق له، لأننا إذا أثبتنا أن هذا الإله وهو صانع هذا الكون، لا بد أن نصف الله سبحانه وتعالى بأخص خصائصه، وهو أنه واحد لا شريك له. ويعارضنا في هذا الباب أو في هذه الصفة جماعات كثيرة ممن يدعون التسنية من أهل الثانوية أو المجوس، الذين يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، أو كما يسمونهم أهرمان ويزداد، إله الخير وإله الشر. ويرد المصنف على هذه الطائفة ويبطل كلامهم، كما يبطل كلام من يقولون بالتسليس من أهل النصرانية، الذين يقولون بأن الإله ثلاثة، أو آب أو ابن وروح القدس، أو صفات عبارة سواء كانت عن ذوات مستقلة أو سواء كانت صفات لإله واحد، لأنهم يقولون باسم الآب والابن والروح القدس إلها واحدا آمين. فهل الإله عندهم مركبا؟ إن كان الإله مركبا فهو كما تعلمنا فهو ناقص ومحتاج، لا يصلح أن يكون إلها، لا يصلح أن يكون إلها. وإن كانت كل واحدة من الثلاث ذات مستقلة كما يدعي أهل المجوس بأن هناك إلها للخير وإلها للشر، تمام، إذن هذا الإله هل يستطيع أن يقوم بما يقوم به الآخرون ولا لا يستطيع؟ إن قلنا إنه لا يستطيع فهو عاجز، لا يصلح أن يكون إلها، لأن من صفات الإله أن يكون قادرا، أن يكون على كل شيء على كل شيء قدير. أما الإله العاجز الذي يحتاج إلى معاون له ينصره أو يساعده في إيجاد بعض الأشياء التي لا يستطيع أن يوجدها، هذه هنا يكون الإله محتاجا ويكون الإله ناقصا، لا يصلح أن يكون إلها لهذا الكون. ولذلك نجد أن هذه العقيدة التي هي عقيدة التوحيد والتي خالف فيها المصنف كغيرهم من علماء المدرسة الماتريدية وغيرهم من أهل السنة والجماعة، سواء كانوا عارضوا الثانوية أو سواء من من قالوا بإلهين، أو عارضوا النصارى الذين قالوا بثلاثة آلهة، أو عارضوا أهل الطبائع الذين قالوا بأربعة آلهة أو بالطبائع الأربعة، أو عارضوا أهل الفلك الذين قالوا بالكواكب السبعة ونسبوا إليها النحس والسعد،
ويلجأ إليها بعض الإيه؟ المنجمون. سواء كان هؤلاء أو هؤلاء، فالمصنف هنا يعلن براءته هو وأهله أو جماعته من أهل الماتريدية من إيه؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويعلن أن الإله إيه؟ واحد لا شريك له. الإله واحد لا شريك له، والوحدانية هنا وحدانية في الذات وفي الأسماء وفي الصفات، وسنشرح ذلك عندما نقرأ نص المصنف. من وحدانية في الذات ووحدانية في الإيه؟ في الأسماء، ووحدانية في صفاته سبحانه وتعالى. عندما نقول الواحد، كلمة الواحد، هل هذا المصطلح عندما نرجع إلى علم المنطق، هل هو مقول على كثيرين ولا علم على ذات الله سبحانه وتعالى لا يشترك فيه غيره سبحانه وتعالى؟ احنا عندنا الجنس في المنطق، الجنس ده مقول على كثيرين ولا مقول على واحد؟ على كثيرين. والنوع مقول على كثيرين، النوع مقول على كثيرين، متفقين في الحقيقة مثل أفراد الإنسان. فنحن جميعا نوع إنساني نشترك في الإنسانية، وكذلك الحيوان بالنسبة للجنس نشترك مع غيرنا من الحيوانات في الإيه؟ في الحيوانية، فالفرس والأسد وغيره، كل هذه يطلق عليها جنس، تشترك مع بعضها في مصطلح الإيه؟ أو في كلمة أو تحت اسم الحيوان أو الجنس، وهو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة يقع في جواب ما هو كما عرفه علماء المنطق. والنوع كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في جواب ما هو. تمام؟ هذه المسألة عشان لكي نقف على أن لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى علم على الذات الإلهية، علم متشخص ولا كلي ينطبق على غيره؟ على الذات الإلهية، لا يشترك مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة أو في هذا الاسم غير الله سبحانه وتعالى، لا يشترك معه غيره. فهذه مسألة لكي نفهمها، لأنها ربما تعرض لكم في علم المنطق، فهل تفهم أن لفظ الجلالة كلي ولا جزئي؟ هو لفظ كلي ولا جزئي؟ لفظ جزئي لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. نقرأ نص المصنف في مسألة التوحيد. يقول المصنف مرتكنا إلى أن هذه هي عقيدة أهل الحق، ويعني بأهل الحق مين؟ يقول المصنف قال أهل الحق نصرهم الله، ويعني بأهل الحق هنا جماعة الماتريدية وأهل السنة والجماعة. إن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، يبقى يضع أساسا لهذه العقيدة أننا أهل الحق نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وخالفنا في هذه العقيدة أو خالف جماعة أهل الحق أو أهل السنة والجماعة الثانوية والمجوس والنصارى والطبائعية والأفلاكية، كل هذه الفرق خالفت أهل الحق وخالفت المسلمين في إثبات الوحدانية لله، في إثبات الإيه؟ الوحدانية لله. ومذهب التوحيد هو المذهب الموافق للمنطق والعقل، ولذلك تعرضنا للكلام عن المنطق لنفتح الآفاق أو الأذهان للكلام عنه. لأنك إذا سألت واحداً من أهل علم الرياضيات وقلت له ما مجموع واحد زائد واحد زائد واحد تساوي كام؟ تساوي ثلاث. لكنك عندما تسأل المخالف لك ممن يدعون التثليث ويقولون لك باسم الآب والابن والروح القدس، ثلاثة أم إلها واحدا؟ إلها واحدا. كيف يجمع الثلاثة ويكون الناتج واحدا؟ لو جئنا بطفل في الحضانة وأتينا له بهذه المسألة سيجمعها ثلاثة، لن يجمع واحدا. ولذلك جاء واحد من علماء الإنجليز وهو اسمه برتراند روسل، رجل فيلسوف إنجليزي حصل على جائزة نوبل في الرياضيات، وكان في بداية عهده يدين بالديانة النصرانية. فلما عرضوا له هذه الديانة قال كيف أدرس للناس علم المنطق وأحصل على جائزة نوبل في الرياضيات وأقول إن واحد زائد واحد زائد واحد تساوي واحد؟ إن هذا الكلام لا يتوافق مع ما تعلمته في علم الرياضيات ولا ما ينطبق عليه عقل. وبالتالي رفض هذه الفكرة أو رفض هذه العقيدة وخرج من هذه الديانة، لأن الديانة التي تقوم على إثبات الوحدانية لله
هي الديانة التي توافق الفطرة أولاً، وتوافق العقل ثانياً، وتوافق الحساب وعلم الرياضيات، وتوافق المنطق في 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 كل صوره، لأن الواحد لا يمكن أن تجد هناك بعض الإشكاليات التي تطرأ لو أننا طرحنا أقل عدد في التعدد. أقل التعدد كام؟ 2، ده أول العدد. علماء الحساب يقولون إن الواحد ليس عدداً وإنما هو مفتتح للعدد، لأن العدد في اللغة اسم جمع، اسمه إيه؟ جمع. والجمع يطلق على إيه؟ اثنين فصاعداً عند علماء المنطق وعلم الرياضيات، اثنين. عندنا في الإيه؟ في الجمع يطلق على 2 عند علماء المنطق، اثنين فصاعداً يبقى إيه؟ يبقى ده جمع. فإذا جئنا بواحد ثم أضفنا له واحداً آخر يبقى إيه؟ يبقى ده يطلق عليه عدد. ما دون الاثنين لا يطلق عليه عدد، وإنما هو مفتتح للعدد اللي هو رقم 1. فهل الله سبحانه وتعالى واحد من قبيل الأعداد الرياضية؟ علم الحساب يعني؟ كلا. طب لماذا؟ لأن الواحد في الحساب يقبل الزيادة عليه والإضافة والنقص منه، والله سبحانه وتعالى واحد ليس من قبيل علم الحساب، ليس من قبيل الأعداد، لأن اللي من قبيل العدد يزاد عليه أو ينقص، وطالما أنك زدت عليه أو نقصت فقد أصبح له شكلا، والله سبحانه وتعالى منزه عن الأشكال، ومنزه عن الزيادة، ومنزه عن النقص. طب هل الله سبحانه وتعالى واحد بحيث يكون مثل الجوهر الفرد الذي تحدثنا عنه ونحن نثبت حدوث العالم الذي انتقصنا منه بحيث وصل إلى جزء صغير لا يتجزأ؟ معاذ الله. فالله سبحانه وتعالى ليس ذو شكل بحيث ينتقص منه، لأن اللي ينتقص منه ويزاد عليه ده لابد أن يكون جسماً، وطالما أنه ينتقص منه أو يزاد عليه، وطالما أنه جسم هيصبح مركبا، وطالما هو مركب مثلي ومثلك فهو محتاج إلى أعضائه التي تركب منها، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره لأنه هو الإيه؟ هو الغني. هذه مبادئ عامة وإن لم تكن مكتوبة في الكتاب بتفصيل، إلا أننا أحببنا أن ننبه العقول عليها حتى نفهم ما معنى كلمة الواحد بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لو أننا، وهذا سيتعرض له المصنف في كتابه الذي هو الشرح وهو كتاب الكفاية سنقرأه، سألنا ما الفرق بين لفظ الواحد والأحد، لأن الاسم الواحد والأحد قد ورد في القرآن الكريم، الواحد القهار، قل هو الله أحد، ورد هذا. وما معنى كلمة الواحد وما معنى كلمة الأحد وما الفرق بينهما؟ هذا ما يعرض له المصنف في شرحه، وسنقرأ النص كما يقول المصنف. وخالفنا في هذا أو خالف أهل الحق جماعة السنوية والمجوس والنصارى والطبائعية الذين قالوا بالطبائع الأربعة، الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، وأن الطبيعة هي التي خلقت نفسها بنفسها، وفي هذا نفي للإله، أو قول بآلهة متعددة، وكذلك جماعة الأفلاكية الذين يعتقدون أن الأفلاك الكواكب هي التي تدبر نفسها بنفسها وهي التي تسير نفسها، وفي جماعة من الملاحدة في العصر الحديث ينحون هذا النحو ويقولون إن الكون هكذا وجد، أو أن هناك انفجاراً عظيماً نشأ منه هذه المجرات إلى غير ذلك، وأنها هي التي تدبر نفسها، إما استناداً إلى القول بالصدفة أو استناداً إلى آراء أخرى يحاولون أن يلصقوها إلى بعض العلوم مثل علم الفيزياء أو غير ذلك دون ما وعي أو عقل. وعلماء أهل السنة والجماعة الذين كتبوا هذه الكتب ردوا عليهم بتفصيل واضح. فيقول المصنف يبدأ في الرد على أول طائفة وهم جماعة السنوية والمجوس الذين أثبتوا أصلين. طب لماذا أثبتوا أصلين؟ لأنهم وجدوا أن في الكون خيرا، فنسبوا الخير للإله الأول الذي هو إله الإيه؟ إله الخير، أو يسمونه إله النور.
ثم وجدوا في الكون ايضا شرورا وايه وخبائس، فنسبوا هذه الشرور الى اله اخر وهو اله الايه الظلام او اله الشر. لماذا؟ لانهم يرون ان اله الخير لا يمكن ان يفعل الا كل خير، لانه هو حكيم. اله الخير ده ايه؟ حكيم، والحكيم لا يفعل الا ما فيه الحكمه، فلا يمكن ان يصدر عنه الشر. وبالتالي اخترعوا هذه الفكره فقالوا انه حدثت فكره رديه نتج عنها ان وجد هذا الاله الايه الشرير الذي سيصدر عنه كل شر موجود في العالم حتى لا ينسبوا الى اله الخير ايه شيء. طبعا نقد هذه الفكره يترتب على نقد فكرة التعدد، سواء كان فكرة التعدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فإذا أبطلنا أقل التعدد يبطل كل تعدد الآلهة أو الشرك بالله. معنى التعدد معناه أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره، فإذا رفضت هذه العقيدة التي تقوم على الشرك فأنت تنفي القول بالإيه؟ بالإلهين، وتنفي من باب أولى القول بالثلاثة آلهة، وتنفي القول بالأربعة، أو تنفي القول بالسبع، أو إلى ما شاء الله. طبعا من زار الهند او من قرأ عن الهند يجد ان عندهم الاف الايه الالهه، صح ولا غلط الكلام ده؟ كل مكان تجد لهم ايه اصنام يعبدونها، ويقول ان هذا الاله اسمه كريشنا، والاله ده اسمه مش عارف ايه، وده اله لكذا، وده اله لكذا، وده اله للمراه، وده اله للرجل، وده اله الاف الالهه. نفي عقيده التعدد هنا سواء كانت تعدد باثنين او بثلاثه او باكثر من ذلك ينفي كل هذه الآلهة الموجودة في الايه في الكون، ويثبت ان الخالق لهذا الكون لا يمكن ان يكون الا واحدا. وهذا ما لفت نظرنا اليه القرآن الكريم عندما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لو كان فيهما آلهة الا الله ايه لفسدتا. يعني لا يمكن ان يكون في هذا النظام السماوي او الارضي آلهة غير الله. لماذا يا رب؟ لانه لو كان هناك آلهة غير الله لما حفظ نظام هذا الكون، سينهار هذا النظام الكوني. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من إيه من بعد. يعني حفظ هذا النظام الكوني متوقف على حفظ الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق له والمدبر له، ولا مدبر له سواه، هو الخالق له وهو المدبر له. فزعمت السنوية والمجوس أن الصانع اثنان، أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، وعبر بعضهم عنهما بيزدان وأهرمان، وبعضهم بالنور والظلمة، وعنه بيزدان الله تعالى عن قولهم، وأهرمان هو إبليس أو صانع الشرور في العالم. واختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم: كل واحد منهما قديم، يعني إله الخير قديم وإله الشر إيه قديم مثله. وقال بعضهم: يزدان قديم وأهرمان إيه حادث. ثم ينتقل المصنف إلى الكلام على النصارى، لكن قبل أن ينتقل المصنف على النصارى أو الحديث عن النصارى، نقول إن ما هو السبب في انحراف هؤلاء الناس حتى نفهم فكرة السنوية أو المجوس؟ سبب انحرافهم هو أنهم قالوا إيه قول بإلهين، أنهم قالوا إن الإله الأول أو الإله من شأنه أن يكون حكيما، والحكيم لا يفعل الإيه السفة، لا يفعل الإيه السفة، وبالتالي لا يكون إلا واحدا، لأنه يلزم عن تسفيه الحكيم وهو لا يجوز، وذلك لأن الشر قبيح وفاعله سفيه، إذن لا بد من محدث آخر للشر. ومن ثم بسبب هذه المنطقية أو الكلام القائم على منطق مرفوض أو قائم على منطق فيه خلل في القياس، افترضوا أن يكون هناك إله آخر مع إله الخير وهو إيه وهو إله الشر، فنقول لهم لهؤلاء الناس: هل الله سبحانه وتعالى أو الإله الأول الذي زعمتموه اللي هو إله الخير، هل يستطيع أن يمنع الإله الآخر عن الشر الذي يفعله ولا لا يستطيع؟
هل يستطيع ولا لا يستطيع؟ إن قالوا لا يستطيع إما هذا وإما هذا. إن قالوا لا يستطيع فقد أثبتوا له العجز وبالتالي لا يكون إيه؟ إلها. إن قالوا يستطيع يبقى هو إيه؟ شرير، لأنه ترك الشر يحدث في العالم دون أن إيه؟ دون أن يمنعه. إذن فكرة الإيه؟ الإله الخير والإله الشرير دي فكرة إيه؟ خاطئة، لأن ما يدركه الإنسان أو ما يتصوره الإنسان شراً ربما يكون خيراً له، كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، إذ يقول إيه؟ عسى أن تكرهوا شيئاً وهو إيه؟ وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما يظهر لي في خارج الأمر أو في ظاهر الأمر أنه شر من وجهة نظري، لكن الحق أنه خير الله سبحانه وتعالى أراده لي، وأنا لم أعرف هذه المسألة إلا متأخرة. ربما يكون الإنسان فقيرا ويظن ويقول يا رب لما خلقتني فقيرا، ويكون الفقر خير له، يكون الفقر خير له، لأنه لو كان غنيا لافترى بماله على الناس، إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله، فكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أفقرته لفسد حاله. إذن الحالة التي يكون عليها الإنسان حتى ولو ظنها أو لو ظن أنها شر بالنسبة له إلا أنها خير، والله سبحانه وتعالى يعلم ونحن ونحن لنا. ثم ينتقل المصنف للكلام على الطائفة الثانية الذين يقولون أيضا بالشرك أو يشركون مع الله غيره، ويقولون بثلاثة آلهة وهم جماعة النصارى، فيقولون إن الله ثالث ثلاثة، وعبروا عن ذلك بالأقانيم جمع جمع أخنوم، ويقولون هذه الأقانيم الثلاثة هي ذات، والذات هو مين؟ هو الآب أو الله عنده، وعلم وهو مين؟ وهو الابن أو المسيح عليه السلام، وحياة وهي الايه؟ الأم أو الزوجة أو مريم. يبقى إذن عندنا ذات وعلم وحياة، مش احنا عندنا بالنسبة لله كمسلمين في عندنا ذات إلهية، وفي عندنا صفة العلم، وفي عندنا صفة القدرة، وفي عندنا صفة الإرادة، وفي عندنا صفة التكوين وغيرها من الصفات. كيف ترد على هؤلاء الناس من خلال ما درست كرجل ما تريدين؟ انت اثبتت في العقيده الاشعريه كم صفه لله؟ سبع. وكجماعه ما تريدين اثبتنا لله كم صفه من صفات الكمال؟ الصفات السبوتيه اثبتنا له ايه؟ ثمانيه. هنا اثبتوا له كم صفه؟ صفتين اثنين، ذات وايه؟ وصفتين، اللي هي صفه الحياه وصفه الايه؟ العلم. ما الذي جعلهم يقتصرون على هذه على هاتين الصفتين مع الذات؟ وقالوا ليه بثلاثة؟ أليس في ذلك تحكم؟ ولا مش في تحكم؟ تحكم لا يقبله العقل، لأن العقل يرتضي أو يقبل أن يكون هناك أو هذا الإله أن يكون قادرا، حتى يستطيع أن يحيي الموتى، حتى يستطيع أن يخلق، حتى يستطيع أن يرزق. إذن يمكن أن نضيف صفات أخرى، فلو أننا أضفنا صفتين وقلنا إن الله قادر ومريد مع العلم والحياة، يبقى كده كم أقنوم؟ هتصبح الأقانيم خمس. لو أننا أضفنا صفة السمع والبصر ستصبح الأقانيم كم؟ سبعة، وهكذا. إذن الاقتصار على هذه الثلاثة تحكم منهم دون دليل، تحكم دون دليل. أنت بتناقش ناس غير مسلمين لا يصلح معه النقاش إلا بالإيه؟ إلا بالعقل والمنطق. لا يصلح الجدال بقول الله تعالى قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا يصلح معنا بيننا كمسلمين. لكن عندما تناظر واحدا آخر لا بد أن تطرح هذه التساؤلات التي طرحناها. يقول المصنف وزعم بعضهم أنه آب وهو الله تعالى، وابن وهو عيسى، وزوجة وهي مريم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا لو تكلمنا في الصفات كما ذكرنا فالصفات نفيها كما ذكرنا، أننا يمكن أن نزيد وبالتالي تصبح الأقانيم أكثر من ثلاثة كما اقتصرتم أو كما ادعيتم. لكن لو قلنا بأن الإله أب وابن وزوجة فهذه مصيبة كبرى. إيه المصيبة؟ هيحتاج كده الإله
الإله هنا يصبح إيه؟ محتاج. يعني إيه محتاج؟ يعني الإله ليس غنياً هنا، يحتاج إلى زوجة ويحتاج إلى أن ينجب أبناء إلى غير ذلك، مثلي ومثلك. أنت الآن بتتزوج لماذا؟ علشان إيه؟ تعمر الكون، وعشان يكون لك نسل وذرية يمتد نسبك ويمتد نسلك إلى ما بعدك. ده اللي بيحدث بنا. إنما قال ربنا سبحانه وتعالى، مش إحنا عارفين إن هو الغني، فربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى إيه؟ إلى ولد ولا إلى زوجة. لا يحتاج إلى إيه؟ إلى ولد ولا إلى زوجة. وكيف ينسب عيسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله إلى إيه؟ إلى الألوهية، إلى أن يكون إلهاً، وهو وأمه كان يأكلان الإيه؟ الطعام. ده دليل من القرآن الكريم. نخلو ونصيغ في صياغات عقلية ونقول إزاي كنت تصف الإله وهو محتاج؟ لأن اللي بيأكل الطعام يعني إيه؟ شفت القرآن لفت نظرنا إلى مسألة الاحتياج، لأن الإله غني، الإله غير متغير، تتغير عليه أحوال الجوع والشبع، يتغير عليه الاحتياج للطعام. كان يأكلان الطعام، يعني يا من تزعمون أنه إله، أين ذهبت عقولكم؟ ألم تفكروا لحظة عندما وجدتموه وأمه يأكلان الطعام؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟ رزقا، يعني كان عندها طعام بتاكل، كان عندها طعام بتاكل. كيف تنسبون إليها الألوهية وكيف تقولون إنها من ضمن الأقانيم الثلاثة، أو أنها إله، أو أنها أم للإله، وأن اللاهوت حل في الناسوت، إلى غير ذلك من التناقضات العقلية التي لو سئل واحد عنها لم يستطع أن يجيب حتى من علمائه. وأنا نظرت واحدة كانت هذا الكلام مر عليه سنوات طويلة، كنا قد رقمنا قطارا من القاهرة إلى طنطا، وكانت تعمل دكتوراه في اللاهوت النصراني. طرحنا بعض الكلام فعرفنا أنها إيه؟ يعني تبشر المصرية عندما تحدثت مع بعض الناس، وهي لم تكن تظن أن الجالسين أمامها ثلاثة في كلية أصول الدين. فطرحت فكرة الإيه؟ إن الديانة النصرانية وكذا والمحبة إلى غير ذلك. فتكلمنا في مسألة التسليس، قلت لها أريد أن أعرف كيف يكون الواحد في ثلاثة والثلاثة في واحد. هذه إشكالية لا يمكن للعقل أن يتصورها. كيف نقول باسم الأب والابن والروح القدس إلها واحدا آمين؟ فقالت إن هذه مسألة سهلة، أنا أضرب لك مثالا واحدا. هل تعرف الشمعة؟ تعرف الشمعة التي نشعلها؟ قلت لها نعم. قالت هذه ثلاثة أشياء: المادة الشمعية، والإيه؟ والخيط الذي في داخلها، هذه رقم اثنين، والنار المشتعلة فيها، هذه ثلاثة، وكلهم الثلاثة نطلق عليها إيه؟ شمعة. فهذه مثال تقريبي، أب وابن وروح القدس. فقلت لها هل الإله عندكم مثل ما المثال الذي ضربتيه؟ وهو أن يكون الإله مكوناً من أجزاء، جزء يتمثل في المادة الشمعية، وجزء يتمثل في الخيط، وجزء يتمثل في النار. لو أنك قلت أنه مركب من أجزاء فقد أثبت احتياج الإله. الإله محتاج، لأن الشمعة مش ممكن تقوم من غير الخيط اللي جواها، ومش ممكن تقوم من غير الإشعال، ومش ممكن تقوم من غير المادة الشمعية. إذن كل جزء من الأجزاء الثلاثة يحتاج إلى الآخر ولا لا؟ حتى يقوم الكل متكاملا. قالت لا، أترك هذا المثال، هذا المثال سأعطيك مثالا آخر. هذا الأصبع يتكون من إيه؟ من ثلاثة إيه؟ أجزاء، عقل، بتسميها عقلة الأصبع، دي اسمها عقلة، ودي عقلة، ودي عقلة. هذه الثلاثة نسميها إيه؟ كلها أصبع. فقلت لها لو أننا قطعنا هذا الجزء هل نطلق عليه أصبع ولا جزء من الأصبع؟ هو جزء. الإله لا يكون مركباً. لماذا لا يكون مركباً؟ عشان كده بننفي عن الله الجسمية، بننفي عن الله أن يكون جسماً، لأن المركب من الجسمية مثلي ومثلك أنت لا يمكن أن تستغني عن جزء من أجزائك. يعني لا يمكن أن يأتي الدكتور اليوم للمحاضرة ويقول سأترك رأسي في البيت حتى تستريح وآتي بدون الرأس، أو أترك قدمي في البيت وآتي بدون القدمين اليومين هذا اليوم لتستريح قدماي من المشي لأنني مشيت بالأمس كثير. هل يمكن لواحد منا أن يستغني عن أجزاء جسمه؟ كذلك نقول إن المولى عز وجل لا يمكن أن يكون جسما أو مركبا
لا يمكن أن يكون مركبا. لماذا؟ لأن التركيب نقص، لأن التركيب محوج، والله سبحانه وتعالى هو الغني الذي لا يحتاج إلى أي أحد آخر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله إيه؟ هو الغني الحميد. حصر وقصر، يعني لا غني معنى الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى. حتى ولو أطلق على واحد من البشر بأنه غني، يعني عنده فلوس كتير، لكن هذا الغنى عارية، بمعنى إيه؟ غنى وقتي، ما كانش عنده ورث، بعد شوية هيسيبها ويمشي، لن يأخذ شيئا معه من هذا المال الذي إيه؟ كان عنده. إنما غنى الله غنى ذاتي، عنده خزائن السماوات والأرض، خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفد. ده الفرق بين الإيه؟ الألفاظ التي نتناولها أو يعرضها لنا المصنف تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم يتطرق المصنف إلى الفئة الثالثة، وهم أهل الطبائع أو الطبائعيون، الذين ينسبون الحركة في الكون إلى الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ودي أفكار فلسفية قديمة عند جماعة اليونان اللي كانوا بيقول لنا يا مطليس إن أصل الكون كان إيه؟ كان الماء. وواحد يقول لنا أصل الكون كان التراب، وواحد يقول لنا الهواء، وواحد يقول لنا النار. فكانوا يرجعون أصل الكون وتكوين الكون وإله الكون إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الأفكار. فجاءوا علماء الطبيعة وقالوا إن المحرك لهذا الكون أو المؤثر في هذا الكون أو الإله في هذا الكون هم الطبائع الأربعة، هي التي تتصرف في الإيه؟ في الأمور، هي التي تحرك الأشياء وهي التي تؤثر في الأشياء. فيقول المصنف: وزعم أهل الطبائع أن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ويرد المصنف عليهم وينقض كلامهم، لأن الحرارة لا تكون إلا في محل، هي عرض، وإحنا درسنا في حدوث العالم وعرفنا الجوهر والعرض وفرقنا بينهما، إن العرض ده دائم ولا باقي ولا مستمر؟ ها؟ عارض. حتى إحنا في الموظف بيقول هاخد أجازة إيه؟ عارضة، يعني لأمر مؤقت، لأمر طارئ، بيسموها أجازة طارئة. إذن العارض ده حتى ربنا سبحانه وتعالى سمى السحاب عارض، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني السحاب ده جاي أمر طارئ لأنه مش مستمر، عارض بل هو ما استعجلتم به. يعني السحاب ده ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن عارض لأنه غير دائم. إذن العارض ده إيه؟ غير دائم. وكذلك الحرارة غير دائم، جسم الإنسان يكون حارا ثم يكون باردا، صح؟ الشيء يكون فيه حرارة ويبرد، إذن هو ليست مستمرة. طب كيف يكون إلها ويغيب ويتغير؟ ينفع يكون إله؟ ده سيدنا إبراهيم اللي ربنا سبحانه وتعالى امتدحه في كتابه العزيز وقال في حقه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. إيه الحجة؟ لما جه سيدنا إبراهيم يعرضون الآلهة، وده برضو بنستخدمه في الرد على أهل الفلك، ويقولوا له إيه؟ الشمس، كانوا يعبدوا الكواكب من دون الله ويعبدوا الأصنام من دون الله. فسيدنا إبراهيم أراد أن يعلمهم بأن هذه الآلهة لا يمكن أن تكون آلهة على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأنه نظر إلى القمر أو إلى الشمس وليها بعد شوية بتغيب، ليها إيه؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ما ينفعش الإله يغيب عن الكون، لأن مين اللي هيحفظ الكون في وقت غياب الإله؟ إذا كنا بنقول إن ده الشمس هي الإله، طب بالليل مين اللي هيحرسها؟ طب إذا كان القمر، إذن الإله لا يغيب. إحنا قلنا من شوية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. لما نقرأ آية الكرسي حافظينها؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها؟ لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم. حفظ السماء والأرض، مستمر هذا الحفظ طول الوقت منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الكون إلى أن ينتهي هذا الكون بقيام الساعة. وحتى بعد قيام الساعة يبدل الله السماوات والأرض، يوم تبدل إيه؟
والسماوات وبرزوا لله الايه الواحد القهار. يقول المصنف بعد ذلك: وزعم الافلاكيون ان الاله سبعه او ان الالهه سبعه. مين هم السبعه دول؟ زحل والمشترى والمريخ والشمس والزهره وعطارد والقمر. طب لما نروح لاهل الكواكب دلوقتي او اهل الفلك في وكاله ناسا او الناس اللي تقدموا دلوقتي، هل هم بقوا سبعه؟ ده لقينا دول جزء صغير في مجرة اسمها مجرة درب التبانة اللي هي المجموعة الشمسية بتاعتنا، ده في مجرات تانية كتير. طب اشمعنى دول بالذات تخصصوا دول ليكونوا آلهة؟ طب ما في آلهة أكتر، في كواكب أكبر منهم، تمام؟ وفي حاجات أقوى من الكواكب دي، طب لماذا خص هؤلاء السبعة دون غيرهم؟ إذن ده كان علم قاصر في عند هؤلاء الناس. ويقول المصنف بعد ذلك: وهذه الفرق كلها، كل هؤلاء الذين طرحنا أسماءهم من المجوس والسنوية والنصارى وأهل الطبائع أو القائلين بالطبائع الأربعة الذين يسمون الطبائعية أو الأفلاكيون الذين قالوا بالكواكب السبعة، كلهم منكرون أصلاً للصانع بالمفهوم الذي نعرفه نحن. هم يقولون بإله، لكن هذا الإله ليس حقاً، ليس صانعاً لهذا الكون، لأن الإله الذي يطرحونه هو شريك للمولى عز وجل في زعمهم. هم منكرون للصانع على وجه الحقيقة، فإن الصانع لا بد أن يكون واجب الوجود لذاته، ولا يتصور ذلك إلا للواحد الديان. ودلالة ذلك، الدليل على هذا الكلام، أنه لو كان هناك صانعين، يبدأ المصنف هنا في استخدام الدليل المشهور عند المتكلمين والذي يسمى دليل الإيه؟ التمانع، الذي يقيمه على الايه؟ على القياس المنطقي، ليبين لنا ان الاله لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون اكثر من واحد، لا بد ان يكون الاله واحدا لا شريك له. وهذا ما اثبته القران في ادله مباشره في القران الكريم. فيقول المصنف: فان اراد احدهما خلق الحياه في جسم، يفترض المصنف أن يكون هناك إلهين وهو أقل درجات التعدد أو أقل الأعداد، أن يكون هناك إلهين. الإلهين دول عاوزين واحد يخلق حياة في جسم والآخر يريد أن يخلق الموت فيه. واحد عاوز يخلق الحياة في جسم والتاني عاوز يخلق الموت فيه في زمان واحد، فلا يخلو الأمر إما أن تنفذ إرادة الإلهين بأن يحيا هذا الجسم ويموت في نفس الوقت. إذا نفذت إرادة الاثنين، ما هو واحد عاوز يحيي والتاني عاوز يميت. ده الافتراض الأول، إحنا بنفترض جدليًا لكل الافتراضات الأربعة لا تنتج من هذا الفرض. إما أن ينفذ مراد الاثنين وهو أن يحيا هذا الجسم ويموت، وفي هذا الأمر تناقض عقلي. يعني إيه تناقض؟ لأنه لا يمكن للشيء أن يكون حيًا وميتًا في نفس الوقت. الشيء إما أن يكون حياً وإما أن يكون ميتاً، أما أن يكون حياً وميتاً في نفس الوقت فهذا أمر مستحيل عقلاً، فيه تناقض عقلي. وهو تناقض عندنا في المنطق هو اختلاف قضيتين في في الكم والكيف. هنختلف القضيتين في الكيف بالإيجاب والسلب، هنثبت واحدة وهننفي الثانية، فما ينفعش إن احنا نقول إن هذا الرجل حياً وميتاً الآن، إما أن يكون حياً وإما أن يكون وإما أن يكون ميتاً. فالافتراض الأول أن يحيى أحد الإلهين شخص والآخر يميته، هذا الافتراض فيه تناقض ولا يمكن أن يصلح. الافتراض الثاني ألا تنفذ إرادة الاثنين، الاثنين يعجزوا عن تنفيذ مرادهم، واحد عاوز يحيي زيد والاخر عاوز يميت زيد، والاثنين فشلوا في اتمام المهمه، هل يصلحوا ان يكونوا الهين؟ عاجزين، فقد اثبتنا العجز لهم ولا يصلح ان يكون الهين. وفي الافتراض الاول بطل التعدد ولا ما بطلش؟ بطل التعدد. وفي الافتراض الثاني بطل التعدد. طب الافتراض الثالث اما ان ينفذ مراد احدهما دون الاخر. طب اللي تعطلت ارادته الاله الثاني الذي لم يستطع أن ينفذ إرادته، هنا يكون إلهاً ولا عاجزاً؟ يكون عاجزاً ومقهوراً، والمقهور والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً. والذي نفذت إرادته
وأوجد زيدا مثلا، هو الذي يصلح أن يكون إلها وهو إيه؟ واحد لا شريك له. إذن في جميع الاحتمالات العقلية لا يمكن أن يكون الإله أكثر إيه؟ من واحد. فردوا علينا وقالوا: لماذا تفترض الخلاف والجدل بين الإلهين؟ أليست عندكم شركات تقوم ولها مدير إداري ومدير مالي ومدير مش عارف إيه؟ لماذا لم يكون هناك أكثر من إله ويكون بينهما توافق؟ يعني مقسمين الأدوار، وبالتالي الإرادة بتاعتهم مش هتتنازع على نفس الشيء. أنت كلامك ده صح فيما لو أنهما اختلفا على نفس الشيء وجودا وإيه؟ ونفيا أو عدما، لكن ما الذي يحدث لو أنهما اتفقا على إيه؟ على شيء. أنت تقوم بهذا الدور وأنا أقوم بهذا الدور، كما يفعل الواحد منا مع إيه؟ مع أهلي في بيته أو مع أولاده، أنت تفعل كذا وأنت تفعل كذا، يقسم الأدوار بينهم ولا يحدث هناك إيه؟ مشاكل. أحيانا يحدث مشاكل بيننا في الحياة، لكنها إحنا نتكلم عن أهلها حكماء. الرجل اللي بيعدد هو اللي بيطرح وجهة النظر التي أطرحها لكم الآن، يعني أنا أتبنى وجهة نظر المخالف الآن فنرد عليه بكلمة واحدة. شوفوا الكلام العرض طويل إزاي، لكن الرد كلمة: هل يستطيع الإله الأول أن يقوم بمهام الإله الثاني ولا لا يستطيع؟ هيقول لي لا يستطيع، أقول له عاجز. هيقول له يستطيع، يبقى الثاني عبث، وجوده ملوش لازمة، عمالة زايدة، عمالة إيه؟ يبقى ملوش لازمة. يبقى في سواء اتفقوا أو سواء اختلفوا ما ينفعش الإله إلا يكون إيه؟ إلا يكون واحد. الكلام اللي أنا بقوله لك لا في كلام كتير مكتوب، لكن ده الملخص بالإيه؟ بتوصيل الفكرة بالإيه؟ باللغة السريعة. فنقول، يقول المصنف: فإذا أراد أحدهما خلق الحياة في جسم وأراد الآخر خلق الموت في ذلك الجسم في زمان واحد فلا يخلو. خد بالك في زمان واحد، لأن ممكن واحد يجي يقول لك إن هو الإله الأول هيخلق زيد في سنة 2000 والتاني هيميته سنة 2050، مفيش خلاف. إنما هو بيحط لك العقدة فين؟ في المنشار، فبيقول لك إيه؟ إن هو هيخلقه ويميته في إيه؟ في زمان واحد، عشان يحصل تعارض بين الإيه؟ بين الإرادتين، وتعارض بين القدرتين، وتعارض بين العلمين، وتعارض بين الإلهين. وبالتالي إما أن ينفذ مرادهما أو لا ينفذ مرادهما، أو ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الآخر. وفي جميع الإيه؟ الأقسام لا يصلح أن يكون أو لا يصلح أن يكون الإله إلا واحدا لا شريك له. فلا يخلو إما أن تنفذ إرادتهما، يعني إرادة الإلهين، أو تنفذ إرادة أحدهما على الآخر. ونفاذ إرادتهما محال، إرادة الاثنين أمر مستحيل. لماذا؟ ولو نفذت لما قلنا من التعارض والتناقض العقلي. ولو نفذت إرادة أحدهما دون الآخر صار الذي تعطلت إرادته مقهورا مغلوب، لأنه لم تنفذ إرادته. أراد أن ينفذ شيئا في هذا الكون أو يوجد حياة في شخص أو يميت شخص، فلم يستطع أن ينفذ إرادته، وهنا يكون عاجزا مقهورا مغلوبا على أمره. يكون الإله الآخر هو الذي غلبه على أمره. فإن قيل: إذا علم أحدهما أن الآخر يريد، هيأتي لمسألة التوافق التي عرضناها، فيقول: إذا علم أحد الإلهين أن الآخر يريد الحياة في جسم يوافقه الآخر، يعني يحصل توافق بينهم البعض في ذلك، ولا يخالفه بإرادة الموت في ذلك الجسم، خصوصا على أصلكم أن الإرادة تلازم العلم. الكلام ده كلام كبير. يعني إيه الإرادة تلازم العلم؟ عندنا إحنا الماتريدية الإرادة تلازم الفعل وليست ملازمة للعلم. الإرادة عندنا كماتريدية بتلازم الإيه؟ الفعل. اللي بيريد ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يكون فعلا واقعا ولا يخالفه كذا الإرادة. قلنا الموافقة بينهما لا يخلو الجسم، إما أن تقع ضرورة لو في موافقة بين الإلهين، إما أن تقع بالضرورة أو بالاختيار. لو قلنا بالضرورة ما الذي يحدث؟ يبقى الإله مجبور، يعني غصب عنه. معنى الضرورة معناه إكرام وإجبار للإله أن يتم التوافق بينه وبين الإله الآخر، وهنا يكون الإله مجبرا ومكرها ومضطرا، ولا يكون حرا مختارا فعال لما إيه؟ لما يريد. وده يتنافى مع صفات الإيه؟ الله سبحانه وتعالى، صفات الكمال التي نثبتها لله سبحانه وتعالى.
قلت ضرورة كان كل واحد منهما مضطرا على موافقة صاحبه فيكون عاجزين، يعني يكون الإلهين إيه؟ عاجزين. وإن وقعت اختيارا، يعني وقع التوافق بين الإلهين باختيار حر منهما، يمكن تقدير المخالفة بينهما، يعني يمكن لنا عقلا أن نقدر المخالفة تحدث بينهما فيتوجه التقسيم، يعني التقسيم السابق الذي ذكرناه في الصفحة السابقة من أنهما إذا اختلفا إما أن ينفذ مرادهما أو أن لا ينفذ مرادهما أو ينفذ مراد أحدهما دون الآخر. تمام. وقوله، يعني يرد المصنف على كلام المخالف، إن الإرادة تلازم العلم. قلنا إن الإرادة تلازم الفعل دون العلم بدليل، يستدل على هذا الكلام. ما الدليل على أن الإرادة تلازم الفعل ولا تلازم العلم؟ يقول لك المصنف: بدليل أن ذات الله وصفاته معلومة له وليست بمرادة له. ذات الله وصفاته معلومة لله ولا مش معلومة؟ معلومة. وهل هي مرادة لله ولا غير مرادة لله؟ إذن الإرادة تلازم الفعل ولا تلازم العلم؟ يعني هناك أشياء معلومة لله وليست مفعولة له. وكذا المعلوم الذي لم يوجد أو لا يوجد، يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا لا يعلمه؟ يعلم. أنه لو وجد كيف يوجد معلوم لله تعالى، ورغم ذلك هو ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، لأنه معلوم لن يوجد، لن يوجد. وأما الرد على من قالوا بالنور والظلمة، فنقول لهم: وافقتمونا على أن الظلمة حادثة، أنهم قالوا إن الظلمة حدثت من فكرة ردية من الإله الأول اللي هو إله النور. فنقول: هل حدثت الظلمة بذاتها أم حدثت بإحداث النور إياها؟ هل الظلمة التي حدثت، وقلتم يا أهل السنوية أو يا أهل المجوس إذا قلتم أن الظلمة حدثت، هذه الظلمة التي حدثت هل حدثت بذاتها من تلقاء نفسها ولا أحدثها الإله الآخر اللي هو إله النور؟ إما وإما. فإن قالوا حدثت بذاتها فقد صرحتم بحدوث شيء بدون صالح. لو حدثت بذاتها يبقى إيه؟ شيء حدث بدون إيه؟ بدون صالح. وفيه تعطيل للصانع جل جلاله. وهنا لا تكونوا مثبتين للإلهين، وإنما تكونون معطلين للإيه؟ لإثبات الصانع، يعني قائلين بنفي الصانع وهو خلاف أصلكم. أنتم بتقولوا بإلهين مش بتنفوا الصانع. وإن قلتم بأن النور هو الذي أحدثها فهو الذي أحدث أصل الشرور، وأنتم بتقولوا الإله الأول الإله النور هو أصل لكل خير، فكيف تقولون بأنه هو الذي أحدث الشرور أو أحدث أصل الشرور؟ تمام. وهو خلاف أصلكم. وأما قول المثلثة اللي هم النصارى فباطل أيضا، لأنه لماذا؟ لأنه لا دليل على تقسيمهم بثلاثة أقانيم، لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، يعني لا دليل على هذه القسمة التي ادعوها بأن الإله ثلاثة: أب وابن وروح القدس. لا دليل على هذا الأمر من قبل العقل ولا من قبل النقل، لأنهم جعلوا الذات مع العلم والحياة ثلاثة، جعلوا الذات مع العلم والحياة ثلاثة. فهل لا جعلتموه مع القدرة والإرادة خمسة، ومع السمع والبصر سبعة، إلى غير ذلك من صفات الكمال؟ هذا طبعا لا يقولون به. وقول من جعل مريم صاحبة وعيسى ولدا أشنع، لأن فيه إثبات الحاجة كما قلنا والتجزئة لله سبحانه وتعالى، وذلك كله محال لأنه من أمرات الإيه؟ الحدث، والله سبحانه وتعالى منزه عن الإيه؟ عن الحدث. ورد الشيخ بعد ذلك على الطبائعية أو القائلين بأن الإيه؟ الإله هو الطبائع الأربعة: الحرارة والإيه؟ والبرودة والرطوبة واليبوسة. فيقول إن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة كلها أعراض، كلها إيه؟ أعراض لا قيام لها بذاتها، العرض لا يقوم بذاته وإنما يقوم به غيره، ولا بقاء لها في أنفسها، وهي تحدث ساعة فساعة، ومحالها أيضا محل الحوادث، فتكون أيضا حادثة فلا بد لها من إيه؟ من محدث، إذا هي محتاجة إلى من يحدثها. ويرد بعد ذلك أو أخيرا على المنجمة فيقول:
كل هذه الكواكب دائرة سائرة منتقلة من برج إلى برج ومتحولة من مكان إلى مكان، كما قلنا دليل سيدنا إبراهيم عندما رأى الشمس والقمر قال إيه؟ لا أحب الآفلين، ورفض عبادتهم لأنهم يتحولون من مكان إلى مكان. بالإضافة إلى ذلك هي متحولة أيضا من حال سعد ونحس، يقولون إن الكوكب الفلاني إذا توافق في الشهر الفلاني مع الكوكب الفلاني فسيجب لك خيرا، أو الكوكب الفلاني إذا توافق مع الكوكب الفلاني في المكان الفلاني سيكون لك إيه؟ ذلك شرا أو نحسا. إذن هي عندهم إيه؟ تتحول نفس الكوكب في موضع معين مع كوكب آخر فيجلب أحيانا سعدا ويجلب أحيانا إيه؟ نحسا. والتحول هذا أليس تغيرا؟ والمتغير إيه؟ حادث. تمام؟ فهي تتحول من حال إلى حال عندكم من سعد ونحس وكسوف وخسوف واحتراق وأوج، أوج يعني صعود وهبوط، وكل ذلك أمارة كونها مسخرة مقهورة، والصانع هو الله سبحانه وتعالى. وكونها مسخرة هذا هو ما أشار إليه المولى عز وجل في كتابه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل إيه؟ سابق النهار، وكل في فلك يسبحه. عندما نقرأ هذا الكلام الذي عرضناه وهو مختصر في كتاب الكفاية البداية في كتاب الكفاية نجد أن المصنف زاد ووسع الكلام فيه وأضاف إليه أشياء لم تكن موجودة في هذا المختصر. فيقول المصنف في هذا الشرح: وإذا ثبت بما ذكرنا وجود الصانع وقدمه، يعني هو يبني هذه المسألة على إثبات الصانع وعلى قدم الصانع، ثبت بطلان قول الدهرية في نفي الصانع ضرورة، فبعد ذلك نقول، بعد هذا الأمر نقول: اتفق جمهور العقلاء في المد هنا أو المختصر ماذا كان يقول؟ كان يقول: اتفق أهل الحق نصرهم الله. هنا يقول: اتفق جمهور العقلاء على أن الصانع واحد لا شريك له. وفي الثاني والثالث والرابع اختلاف بينهما، أو اختلاف بينهم، فإن من ادعى اثنين، يعني في الثاني في التعدد في بالاثنين أو القول بالثلاثة أو الأربعة اختلاف بينهم، فإن من ادعى اثنين كالثانوية والمجوس، ومن ادعى الثلاثة كالنصارى، ومن ادعى الأربعة كالطبائعيين، ومن ادعى السبعة كالأفلاكيين، فقد أقر بالواحد. هنا يأتي المصنف ليجاري الخصم في كلامه. يعني إيه يجاري الخصم؟ يعني يوافقهم في الكلام ليستخلص نتيجة توافق عقيدته وهواه. ما معنى هذا الكلام؟ هو يقول لهؤلاء الذين يقولون باثنين: ألم يثبتوا في داخل الاثنين الواحد؟ وللثلاثة أثبتوا الواحد؟ وأهل الأربعة أثبتوا الواحد؟ وللسبعة أثبتوا الواحد؟ إذن كلكم متفقون على عقيدتنا نحن، كلكم مصدقين بوجود الايه؟ الإله الصانع لهذا العالم اللي هو الواحد. تمام؟ فيقول المصنف: فقد أقر بالواحد، فقد توافقنا على صحة ما ادعينا، يعني كلكم توافقتوا على صحة ما ادعينا نحن المسلمين الموحدين بأن للعالم صانعا واحدا، فوجب القول بايه؟ بهذا الإله الواحد. ولزم الدليل عليكم في من ادعى الزيادة. يبقى اللي بيدعي الزيادة باثنين يجيب الدليل على وجود الثاني، واللي يدعي الثلاثة يجيب الدليل على الاثنين التانيين، واللي يدعي الأربعة يروح يجيب الدليل على الثلاثة، وهكذا. إذن المصنف، وهذا نوع موافقة مع الخصوم، يسمي هذا الكلام في الجدل نوع موافقة مع الإيه؟ مع الخصوم. هو يوافق الخصم في معتقده ليستخلص منه صحة مذهبه، ثم يطالب الخصم بالدليل على ما زاد عليه عن عقيدته. أنت توافقني في أن الإله، أن هناك إله وصانع لهذا الكون، أنا أقول إنه واحد وأنت تقول اثنين، إذا نحن نتفق على الإله الأول ثم اذهب دلل لي على الثاني. عندما يأتي بالتدليل على الثاني أو الثالث أو الرابع أو السابع سأعترض عليه بالاعتراضات التي ذكرناها سلفا في دليل التمانع والتواري كما نص عليها المصنف. وتحقيق هذا الكلام على وجه الإلزام، هنا ينطلق المصنف بعد أن يأخذ الطريق الأسهل اللي هو طريق موافقة الخصم أو مجارات الخصم كما يسميها البعض، يأخذ طريقا آخر، وهو أن الصانع الواحد واجب في العقل ضرورة، يعني في الضرورة العقلية تقتضي أن يكون الصانع إيه؟
واحدا لا شريك له، لأن ما كان جائز الوجود لا بد وأن يكون وجوده جائز الوجود مثل الكون وما فيه. الكون ده جائز الوجود، استوى طرف الوجود والعدم فيه، ده اسمه الممكن أو الجائز، يحتاج إلى مرجح ليرجح فيه صفة الوجود. ما كان جائز الوجود لا بد وأن يكون مستندا إلى واجب الوجود لذاته على ما ذكرنا. فالواحد واجب الوجود لإضافة الجائزات إليه، والثاني والثالث لو كان من باب الجواز، ويستحيل أن يكون الصانع من باب الجواز فلا يتصور غير الواحد. يعني لا بد أن يكون الواحد واجب الوجود. ثم نقول لو كان زائدا على الواحد، لو كان الإله زائدا على الواحد لكان معدودا. الكلام اللي احنا ذكرناه من شوية، هل يكون الله سبحانه وتعالى من قبيل العدد؟ الواحد يكون من قبيل العدد ولا لا يكون من قبيل العدد؟ قلنا إنه لا يكون من قبيل العدد. قال المصنف لو كان زائدا على الواحد لكان معدودا، لأن الزيادة عن الواحد عدد والعدد جمع، وكل معدود محدود، وكل محدود فهو محصور في حده، والمحصور مقهور، والمقهور لا يكون إيه؟ لا يكون إلها. قال الله تعالى هو الله الواحد الإيه؟ القهار، بيّن أنه واحد لا يشبه واحدا من خلقه، لأن الواحد من خلقه مقهور، والله سبحانه وتعالى هو الواحد الإيه؟ القهار. أما دليل التمانع في مسألة الوحدانية وهو المشهور عند أهل الصناعة، فنقول لو كان اثنين هل يقدر كل واحد منهما أن يمنع صاحبه عما يريد؟ فإن قلت يقدر كان كل واحد منهما مقهور الآخر. يطرح صياغة جديدة لهذا الدليل، يقول لو أن هناك إلهين هل يقدر كل واحد منهما أن يمنع الآخر؟ فلو قلت بأن كل واحد منهما يستطيع أن يقهر الآخر، هنا يكون كل واحد منهما مقهور للآخر، وإن قلت لا يقدر فقد ثبت العجز لكل واحد منهما، وإن قلت يقدر أحدهما دون الآخر فالقادر يكون إلها دون الإيه؟ دون المقدور. كلام إيه؟ لا يحتاج إلى شرح ولا إلى تفصيل. أو نقول إذا قدرنا جوهرا يوجد في الزمان الثاني، تفهم يعني الزمان الثاني؟ الزمان الأول اللي احنا نعيش فيه الآن، الزمان الثاني اللي هيأتي بعد ثواني، تمام؟ إذا قدرنا أن هناك موجودا ما سيوجد في المستقبل بعد ثانية، بعد دقيقة، بعد دقيقتان، في الزمان الثاني، احنا الآن في الزمان الأول، تمام؟ فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الإلهين اللي افترضنا وجودهم قادرا على إيجاد هذا الموجود الذي سيوجد غدا مثلا، أو بعد غد، أو في العام المقبل، أو لا يستطيع، فإن قدر أو قدر أحدهما دون الآخر، فإن قدر أحدهما دون الآخر فالقادر يكون إيه؟ إلها دون الآخر، وإن قدر كل واحد منهما فإذا أوجده أحدهما هل يبقى الآخر قادرا على إيجاده؟ يعني لو واحد سبق وجاب المخلوق له وأوجده، هل يستطيع الآخر أن يوجده؟ طبعا لا، لأنه هو وجد، وإيجاد الموجود لا يمكن، لأنه هو وجد خلاص تم وجوده. إن قلت يبقى فهو باطل لأنه صار موجودا، وإيجاد الموجود أمر إيه؟ محال عقلا، والمحال لا يدخل تحت قدرة أحد، لأن القدرة تتعلق بالممكن ولا تتعلق بالمستحيل؟ تتعلق بالممكن. وإحنا طرحنا برضو في سؤال عشان نحط شوية أفكار كده فلسفية لبعض الناس، وقلنا هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق له شريكا في الملك؟ فواحد الناس يقول لك لا يقدر. طب ما أنت بتثبت العجز لله، لو قلت إن هو يقدر يبقى أوجد شريك لله سبحانه وتعالى، يبقى ما ينفعش السؤال ده. السؤال نفسه في حد ذاته غلط. لماذا؟ لأن القدرة تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالمستحيلات. شريك الباري أمر مستحيل ولا ممكن؟ مستحيل. وجود العالم مستحيل ولا ممكن؟ ممكن ومتحقق الآن. وجود فرد من الأفراد ابن لك في المستقبل ممكن ولا مش ممكن؟ تمام. إذن الأمر الممكن هو اللي تتعلق به القدرة الإلهية، إنما الأمر المستحيل لا تتعلق به قدرة المولى عز وجل. وإن قلت لا يبقى فقد ثبت، فقد عجزه صاحبه بعد أن كان قادرا، أو تعطلت قدرته بنفاذ قدرة صاحبه، وهذا أمارة كون هذا الإله مضطرا ومقهورا جل صانع الكون عن هذا. فإن قيل هل الواحد هذا الواحد متى أوجد هذا الجوهر لا يبقى هو أيضا قادرا على إيجاده؟
ده في افتراض عقلي. يقول لك طب ما انت لو الاله اللي اوجد الجوهر او اوجد هذا الانسان الذي سيوجد غدا بعد ما يوجده هو يصبح غير قادر على ايجاده لانه خلاص اصبح موجود، تمام، ومع ذلك لا يوصف بتعطيل القدره ولا بالعجز، فكذا هذا الاخر هو يريد ان يرد على هذا السائل او هذا القائل كيف تصف الإله الآخر بالعجز عندما لا يستطيع أن يوجد الموجود؟ طب ما الإله الأول الذي أوجده هو أيضا يصبح عاجزا بعد أن يوجد هذا الموجود، تمام؟ فيقول ردا عليه: إيجاد ما كان قادرا على إيجاده تنفيذ القدرة، وتنفيذ القدرة لا يكون تعطيلا ولا عجزا. فأما الآخر لما زعمت أنه كان قادرا وتعطلت قدرته بنفاذ قدرة الإله الآخر وبطلت، لم يمكنه دفع ذلك عن نفسه، كان هذا أمارة كونه عاجزا مقهورا، بخلاف المثال الذي ضربته أو الاعتراض الذي وجهه، وهو المراد بقول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أو ينقل الكلام من القدرة إلى الإرادة. ما معنى ينقل الكلام؟ هو هنا يتكلم عن هل الإله يكون قادرا مع الإله الآخر على إيجاد شيء؟ ينقل الكلام من الحديث عن القدرة إلى الكلام على صفة الإيه؟ على صفة الإدارة. وهو المتلقى من كتاب الله، وكأن المصنف هنا يريد أن يساير المنهج القرآني في كلامه في علم التوحيد، حيث قال الله تعالى: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ يعني لو أن إرادة الله سبحانه وتعالى تعلقت بالضر لواحد من الناس، هل يستطيع أحد أن يكشف أو يرد هذا الضر عن هذا الإنسان من دون الله؟ أو أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذن هو يضع إرادة الله سبحانه وتعالى في كفة، وإرادة المعارض له سواء كان هذا المعارض إلها كإله الشر عند المجوس أو السنوية، أو واحداً من الثلاثة عند النصارى، أو واحداً من الأربعة عند الطبائعية، أو واحداً من السبعة كما يقول الأفلاكية، هذه الآلهة هل تستطيع أن ترد رحمة عن مخلوق خلقه الله أو أراده الله؟ طبعاً لا يستطيع أحد. فنقول هو أخذ من الآية ثم ينسج على منوالها كلام عقلي ليرسخ لك عقيدة منطقية لترد على هؤلاء الناس، وينزل من الكلام على القدرة إلى الإرادة، فيقول: إذا أراد أحدهما، يعني أحد الإلهين، خلق موت أو الموت في جسم مثلا، هنفترض الشيخ ربنا أراد أو أراد أن يموت، تمام، وأراد الإله الآخر أن يخلق الحياة فيه، يبقى أنا عندي إرادتين متعارضتين: إرادة إله أول يريد أن يميت هذا الجسم، وإرادة إله آخر يريد أن يحيي هذا الجسم، وفي إرادتين متعارضتين ولا لا؟ أحدهما يريد الموت لهذا الجسد والآخر يريد الإيه؟ الحياة لهذا الجسد. فإما أن تنفذ إرادة هنا الكلام اللي ذكره في المختصر في البداية، إما أن تنفذ إرادتهما أو لم تنفذ، أو تنفذ إرادة أحدهما وتتعطل الأخرى، وتنفيذ كليهما محال، تنفيذ إرادة الاثنين أمر مستحيل، وفي تعطيل كليهما بطلان ألوهيتهما. لماذا؟ لما تتعطل إرادة الإلهين هيصبحوا عجزين، ما ينفعوش يكونوا آلهة، ولما تنفس إرادة الإلهين بأن توجد الحياة والموت في نفس الشخص هذا تناقض عقلي، يعني لا يصلح الأمر أن ينفذ مراد الاثنين ولا أن تتعطل إرادة الاثنين. إذن ليس هناك أمر إلا أن ينفذ إرادة أحدهما وتتعطل إرادة الإيه؟ الآخر. فلما تنفذ إرادة أحدهما يصبح الآخر عاجزا عن تنفيذ إرادته ولا يصلح أن يكون إلها، وحينئذ يكون الموجد أو الخالق أو المريد إيه؟ واحدا، وهو المطلوب إثباته، حيث إننا نثبت صفة الوحدانية لله. ولو نفذت إرادة أحدهما دون الآخر كان أحدهما قاهرا والآخر مقهورا، فيكون القاهر إلها دون مقهور. فإن قيل: هل قلت، يأخذ الحوار والجدال إلى موقف التوافق، هل قلت إنهما يتوافقان في إرادة الأشياء ولا يختلفان؟ لماذا يا شيخ تفترض بإيه؟ الخلاف بين الإلهين، لماذا لا يكون هناك توافق وتواؤم واتفاق بينهما ولا يختلفان خصوصا على أصلكم؟ فإن الإرادة تلازم العلم عندكم،
وإذا علم أحدهما وجود الحياة في شخص لا يريد الآخر موته فلا يتحقق الخلاف. قلت أو قلنا لو ثبتت الموافقة بينهما، إما أن كانت الموافقة بينهما ضرورية يعني اضطرارية تمت بإجبار، أو اختيارية، فإن كانت ضرورية فقد ثبت عجزهما واضطرارهما، ويصبح الإله هنا مضطر وعاجز ولا يكون حرا مختارا. والإله لابد أن يكون إيه؟ حرا يفعل إيه؟ ما يشاء إيه؟ ويختار. فالموافقة وإن كانت اختيارية، فإن كانت ضرورية ثبت عجزهما واضطرارهما، فالموافقة وإن كانت اختيارية يمكن تقدير الخلاف بينهما فيتحقق الإلزام على ما قلنا. وما تقول إن الإرادة تلازم العلم عندكم؟ قلنا إن الإرادة لا تلازم العلم، وإنما تلازم الإيه؟ الفعل. إذ ليس من ضرورة كون الشيء معلوماً أن يكون مراداً لله، فإن ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته معلومة له، ولم يصلح أن تكون مرادة لله سبحانه وتعالى. وكذا المعلوم الذي لا يوجد، هناك معلومات لم توجد، هي معلومة لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لو وجد كيف يوجد، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولو ردوا إيه؟ لعادوا، ده أمر إيه؟ معلوم ولا يحبس، ولكنه لو حتى حصل لعادوا. وربنا سبحانه وتعالى يعلم المعلومة أنه لو حدث كيف إيه؟ يكون. ومع ذلك ليس بمراد لله سبحانه وتعالى، هذا هو الإلزام على من خالفنا في هذه المسألة على سبيل الإجمال. وأما الكلام على كل واحد إذن هو يرد إجماليا على كل طائف، يبقى ده رد إيه؟ إجمالي يصلح على كل من يعدد، سواء قال بالتسنية أو قال بالتسليس أو قال بالأربعة أو قال بالسبعة، دليل التبانع يرد على الجميع. ثم يبدأ في الرد على كل طائفة منهم بما يوافق كلامهم. أما السنوية فإنهم يزعمون أن الصانع هو النور، ويسمون النور بيزدان وهو خالق الخيرات، والظلمة أهرمان وهو خالق الشرور والقبائح، ويدعون أن النور أقدم فحدثت منه الظلمة. فنقول لهؤلاء الناس في الرد التفصيلي على جماعة السنوية: حدثت الظلمة بذاتها أم بإحداث النور إياها؟ هل حدثت الظلمة بنفسها أو بذاتها، وأم أحدثها النور؟ فإن قالوا بذاتها فقد جوزت حدوث شيء بذاته، فلتقل بحدوث العالم بذاته، وانت بتدعي ان في اله. اذا كانت الظلمه ستحدث بذاتها دون احداث صانع لها، اذا انت تجوز ان يوجد هذا الكون بما فيه بدون ايه؟ بدون اله، وهذا ما لا تعتقده انت، وفيه تعطيل للصانع لا اثبات صانعين. وان قلت انها محدثه باحداث النور اياها، يعني الإله الأول الذي هو إله النور أو إله الخير عندهم في زعمهم هو الذي أحدثها، فنقول: هل أحدثها مضطراً أم مختاراً؟ إن قلت مضطراً فلا يصلح أن يكون إلهاً، لأنه يكون مجبراً ويكون مقهوراً، والمقهور يكون عاجزاً، والعاجز لا يكون إلهاً، تمام؟ وإن قلت إنه فعلها باختياره، فكيف يوجدها وهو الذي لا يوجد إلا الخيرات والإيه ويوجد النور فقط؟ كيف يكون حراً مختاراً ويوجد هذا الإله الذي يكون سبباً في كل أو في أصل الشرور في هذا الكون؟ فيقول: إن أحدثها النور، إن إما أن يكون مضطراً أو مختاراً. إن قلت مضطراً فالمضطر لا يكون صانعاً، وإن قلت مختاراً فنقول: هل علم ما يكون فيها من الشرور أم لم يعلم؟ إن قلت لم يعلم فقد أثبتت الجهل، الجهل له. وإن قلت يعلم فقد وصفت النور بالسفه، حيث أوجد الظلمة وهي أصل كل الشرور، لأنه كان يعلم أنها أصل الشرور ورغم ذلك إيه؟ أوجدها. ولأن أفعال الظلمة لما كانت مضادة، اللي هو إله الظلام يعني عندهم حسب زعمهم، لأفعال النور، كيف تقول هل يقدر النور على دفعها وإبطالها أم لا؟ إن قلت لا فقد ثبت العجز، وإن قلت يقدر ولا يدفع فإن ذلك شر منه، وأنت تقول إن إله الإيه؟ النور لا يفعل إلا كل خير، إذن هو هنا يفعل الشر، إنما يسكت على الإله الشرير أو إبليس كما يقولون، إله الله وإبليس، إله الخير وإله الشر. ربنا شايف إبليس بيعمل الشر وسايبه، يبقى إذن الإله هنا إيه؟ في زعمهم يكون شريرا،
إما أن يكون قادراً على منعه، وإما أن لا يكون قادراً، إما أن يكون عالماً بما سيفعل من الشرور أو لم يكون عالماً. فإن قلت إنه غير عالم فقد نسبت الجهل للإله الذي تدعيه، أو نسبت العجز للإله الذي تدعيه. وإن قلت إنه عالم بالشرور التي سيفعلها الإله الآخر ورغم ذلك تركه، إذن فالإله الأول هو أصل لكل الشرور خلاف معتقدك. وأما الكلام على من يدعي الثلاثة وهم النصارى الذين يزعمون أن الله جوهر واحد، الإله عندهم إيه؟ جوهر واحد، وهو ثلاثة أقانيم، والأقنوم عندهم بمعنى الصفة، وجمعوا إيه؟ أقانيم، ويقولون الإله ذات وعلم وحياة، فيسمون الذات أبا والعلم ابنا والحياة إيه؟ روحا، اللي هو الروح القدس، باسم الأب والابن والإيه؟ والروح القدس. وفساد هذه الهزيانات من وجوه، يعني نستطيع أن نرد على فساد هذا القول الذي يصف المصنف بأنه هزيان عقلي، يعني كلام مضطرب لا أساس له من العقل والمنطق، فلو ذكرناها لطال من الكلام، لكننا سنختصر وأظهرها أن هذه تحكمات لا دليل عليها. عندما تقول لي بأن الإله ثلاثة، هذا التحكم لماذا لا يكون خمسة وسبعة وثمانية وتسعة، خاصة أنك تصف الإله بصفات الكمال، بتقول إن الإله هو ذات وعلم وقدرة، فلماذا لا تضيف إليه أو علم وحياة، لماذا لا تضيف إليه القدرة؟ ومن صفات الكمال للإله أن يكون قادرا، ولماذا لا تضيف له الإرادة؟ ومن صفات الكمال للإله أن يكون مريدا، ولماذا لا تضيف له السمع والبصر؟ ومن صفات الكمال لله أن يكون سميعا بصيرا. وهنا تصبح الأقانيم كام؟ سبعة أو خمسة أو أكثر، وصفات الكمال لله سبحانه وتعالى لا تتناهى. فهذه الأمور أو أظهرها أن هذه تحكمات لا دليل عليها لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، وأن تسمية الذات أبا والصفة ابنا لم يعرف عقلا ولا نقلا، ولأنهم سموا الذات أبا ثم عدوه في الصفات، يعني جعلوا الذات أب وعدوه في الصفات، ثم قالوا ثلاثة أقانيم أحدها الذات، ولأنهم سموا أحدها أبا والآخر ابنا وجعلوهما قديمين. ده برضو من الهزيانات بتاعته، لأن معلوم عندنا للأب أقدم ولا الابن ولا متساويين؟ الأب يكون أقدم، ورغم ذلك قال لك الاثنين قديمين، الاثنين إيه؟ قديمين. ولا بد أن يتقدم الأب على الابن، ولأنهم قصروا على صفتي العلم والحياة، فإما أن يثبتوا له القدرة والإرادة وسائر الصفات الكمال أم لا، فإن لم يثبتوا كان ذلك نقصا، وإن أثبتوا فعلا جعلوه سبعة أقانيم أو ثمانية أو أكثر على حسب الصفات. ومنهم من جعل عيسى ابن مريم ابنا لله سبحانه وتعالى أو له، ومريم صاحبة له على مجرى عادة المخلوقات، يعني على إيه؟ على مجرى عادة المخلوقات، أن الرجل أو الأب يكون له زوجة ويكون له أبناء، ده المخلوقات اللوحي، تمام؟ وهذا أشنع من الأول. لماذا يكون أشنع من الكلام على الأقانيم؟ يعني الأقانيم دي فكرة عقلية ممكن نجادل فيها مع بعض، لكن دي مصيبة كبرى. لماذا؟ لأنك تجعل الإله له زوجة وله ابن، وهنا يكون الإله إيه؟ محتاجا وناقصا، فإن فيه إثبات الحاجة لله سبحانه وتعالى إلى خلقه والتجزئة والتبعيض، وكل ذلك أمارات الحدوث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما وقع في هذه المحالات، المصنف هنا يحاول أن يبحث عن السبب النفسي الذي دفع هؤلاء الناس إلى هذا الانحراف الفكري والعقلي، كأنه طرح سؤالا، ما الذي دفع هؤلاء الناس إلى أن يقولوا هذه المصائب العقلية التي لا يمكن لعقل أن يتخيلها من البشر أن يقولها، أو أن يقول إن الإله له زوجة وله أبناء وله كذا وكذا، بالإضافة إلى عقائد كثيرة في مسألة الصلب والفداء وغير ذلك. وإنما وقعوا في ادعاء هذه المحالات لأنهم رأوا عيسى تولد من مريم من غير إيه؟ من غير أب، وليس خلق عيسى، ده كلام المصنف ردا عليه، وليس خلق عيسى عليه السلام من غير أب بأعجب من خلق آدم عليه السلام من غير إيه؟ من غير أب وأم. ولذلك القرآن الكريم يلفت نظرنا إلى هذه القضية، فيقول سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن إيه؟ كن فيكون. يبقى المصنف هنا يأخذ كما تعلمنا في علم التوحيد، نأخذ من الآيات القرآنية ونضيف عليها في صياغات عقلية لنرد على المخالفين،
وإن قالوا جرى على يدي عيسى ربما يكون هذا هو الذي دفعهم، لأنهم رأوا عيسى وجد من غير أب، فيرد المصنف عليهم بأن هناك من الأنبياء أو أبو البشر آدم عليه السلام قد وجد من غير أب وأب، من غير أب وأب. فإذا كانت هذه معجزة لعيسى فيبقى معجزة آدم أكبر من إيه؟ من عيسى. ثم يضيف المصنف ربما يكون هؤلاء الناس ذهبوا هذا المذهب أو هذا المعتقد لأنهم وجدوا أن عيسى عليه السلام قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، لأنهم رأوا معجزات تحدث على يد عيسى عليه السلام من الأعاجيب ما عجز عنه أهل عصره من إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى وغير ذلك من المعجزات. قلنا لهم، يرد عليهم، نعارضكم بما جرى على أيدي غيره من الأنبياء من المعجزات وما يعجز عنه أهل عصره عن الإتيان بمثله، فهل زعمتم فيه مثل ذلك؟ طب سيدنا عيسى عليه السلام إذا كان سيدنا موسى قد أحيا الميت من البشر، واحد من الناس يحييه عيسى عليه السلام بإذن الله كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، فإن عيسى عليه السلام قد صنع من العصا أو جعل العصا تتحرك وتسمع، جعل فيها حياة بإذن مين؟ بإذن الله أيضا، يعني يلقي موسى عصاه هذه العصا تتحرك وتحيا يصبح فيها حياة بعد أن كانت جمادا، مش العصا ده شيء من الجماد، بل إن هذه العصا نفسها سيدنا موسى عليه السلام يضرب بها الشيء الحي الذي يتحرك وهو البحر ينقلب إيه؟ ينقلب جمادا وحجرا، يضرب بها البحر فإيه؟ فينقلب فيكون كالطود الإيه؟ العظيم كالجبل الشامخ، يبقى العصا نفسها تصبح حياة وتقلب الحياة إلى إيه؟ إذا معجزة. هل نعبد موسى عليه السلام أو هل نعبد كل نبي قد أتى بمعجزة؟ فدي معجزات وتأييد من ربنا سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، ولكن هؤلاء الناس انحرفوا لما وجدوا أن سابقيهم من أهل من بني إسرائيل قد بالغوا في المادية حتى أنهم بعدما من الله عليهم ونجاهم الله سبحانه وتعالى من كيد فرعون وعبروا البحر ورأوا معجزة أمام أعينهم بعد عبورهم مباشرة إلى البر وجدوا أناسا يعبدون عجلا لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني ألم تروا هذه المعجزة؟ منذ دقائق كنتم تقولون إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، يعني أنتم كنتم معرضين للقتل دلوقتي من فرعون، وربنا سبحانه وتعالى يريكم في فرعون آية فيغرقه الله سبحانه وتعالى وهو جنود، ورغم ذلك عندما تعبرون البحر تقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرنا الله جهرة، عاوزين نشوف ربنا، إحنا لن نؤمن إلا بالأشياء المحسوسة والمادية، فيكون النتيجة المعاكسة لهذه المبالغة المادية أن يبالغ الطرف الآخر وهم النصارى في المغالاة في الروحية، تأتي العقيدة الإسلامية التي تجمع بين الإيه؟ بين المادة والروح، لا نبالغ في المادة ولا نبالغ في الإيه؟ في تقديس الأنبياء ولا في إيه؟ ولا في الناحية الروحية كما بالغ النصارى. قلنا نعارضكم بما جرى على يد غيره من الأنبياء من المعجزات ما يعجز عنه أهل عصره عن الإتيان بمثله، فهلا زعمتم فيهم مثل ذلك ولا مخلص لكم عن هذا الإيه؟ الإلزام. وأما الرد على أهل الطبائع الأربعة فيقول المصنف وتسمى هذه الطائفة بالطبائعية، فنقول هذه كلها أعراض، أعراض يعني موجودة ليست ثابتة وإنما هي إيه؟ طارئة أو عارضة لا دوام لها ولا قيام لها بذاتها ولا بقاء لها في نفسها، بل هي تحدث ساعة فساعة وتتلاشى من غير فصل، فكانت حادثة ومحلها يعني المحل الذي تحل فيه، لأن العرض لا بد أن يكون له محل يحل فيه، لا تخلو عن هذه الحوادث فهي أيضا حادثة والحادث لا يكون إلها، ولأننا نرى بعضها مقهورا وبعضها مغلوبا ببعض، ولا يتصور أن يكون القاهر والغالب مقهوراً ومغلوباً، وما كان مغلوباً ومقهوراً لا يتصور أن يكون إلهاً. وأما الرد على أهل الأفلاك أو الأفلاكيين وهم المنجمة الذين قالوا بالآلهة السبعة أو المدبرات السبعة وزعموا
وزعم الطائفة منهم أن الشمس إله وما سواها تبع لها. يعني ده يعطيك بعض التفرقة في الحوار هنا. يعني ما بيقول في الملخص هنا إن هما بيقولوا بالمدبرات السبع وأن السبع آلهة، هنا يقول إن بعض الناس يقولون أن الإله هو الشمس وأن ما دون الشمس من الكواكب الأخرى هي تابعة لهذا الإله. فنقول حكمتم عليها وعلى كل واحد من السبعة بالهبوط والصعود والسعد والنحس اللي هو التغير والمنازل التي تنزل فيها هذه الكواكب، فبعضها مقهور ببعض ومحترقة ببعض، والكسوف والخسوف ظاهران في الشمس والقمر وفي الكواكب، وطلوعها من المشرق وغروبها في المغرب كل غداء ومساء مشاهد محسوس. كلنا نشاهد طلوع الشمس وغروبها كل يوم. ثم انتقالها من برج إلى برج ومن منزل إلى منزل متفق عليه عندكم، يعني عند أهل الفلك. وكل ذلك أمارات التسخير والقهر ممن خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فصح بما ذكرنا أن لا خالق إلا الله ولا مقدر للكل إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا فصل ألحقه المصنف ولم يوجد في المد. هذا الفصل تحدث فيه عن معنى الواحد والأحد، بما أنه يبحث في صفة الوحدانية فتكلم عن معنى الواحد والأحد وما يتصل بهذا الفصل في معرفة هذين الاسمين. وقد نطق بهذين الاسمين القرآن الكريم اللي هو اسم الايه؟ الواحد، واسم الايه؟ واسم الأحد. يقول الله تعالى: هو الله الواحد القهار، يعني أول اسم. والاسم الآخر يقول الله تعالى: قل هو الله أحد. فالواحد والإيه والأحد جاء في القرآن الكريم. ثم اختلفوا في معنى هذين الاسمين، فقال بعض العلماء: الاسمين بمعنى واحد، يعني الواحد والأحد بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، ويستعمل كل منهما في معنى الآخر. ثم يقول البعض الآخر: لا، بل يفيد كل واحد منهما ما لا يفيده الآخر. يعني كل اسم من هذين الاسمين يفيد معنى للذات الإلهية لا يفيده المعنى الآخر، وإن كان مأخذ الاثنين في الاشتقاق واحدا في اللغة. حتى ولو كان مأخذ الاشتقاق في اللغة العربية واحدا للاسمين، إلا أن استعمال كل واحد منهما يؤدي أو يعطي معنى جديدا لا يعطيه المعنى الآخر. ثم يذكر بعض علماء المدرسة الماتوريدية فروقا بين اسم الواحد والأحد، مع أن كل منهما ينتظم في معنى التوحيد. يعني معنى اسم الواحد يفيد التوحيد لله سبحانه وتعالى، اسم الأحد يفيد التوحيد لله سبحانه وتعالى، إلا أن هناك فرقا بين اسم الواحد لله سبحانه وتعالى واسم الأحد لله تعالى. ما الفرق بين الاسمين؟ الأحد في موضع النفي يقتضي نفيا عاما، لو جاء لفظ الأحد يقتضي نفيا إيه؟ نفيا عاما. والواحد يقتضي نفيا خاصا. طب هل معنى شاهد من القرآن على هذا الكلام؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لستن كإيه؟ ولم يقل كواحدة، لأن الموضع هنا في إيه؟ في موضع النفي، يعني فيش حد زيكم. فالنفي هنا يكون إيه؟ عام وليس نفيا خاصا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لكي يؤكد هذه أيضا القضية في النفي يقول: ولم يكن له كفوا واحد، ولا كفوا إيه؟ كفوا أحد. يبقى الأحد عندما يأتي بالنفي أو يسبقه النفي يكون النفي هنا إيه؟ عاما ولا خاصا؟ عاما. أن اسم أحد خاص لله سبحانه وتعالى عند الإطلاق، فلا يقال رجل أحد لما تطلق كلمة الأحد، ولذلك ورد منكرا في القرآن الكريم. تمام؟ اسم أحد خاص لله سبحانه وتعالى عند الإطلاق، فلا يقال رجل أحد، ويجوز أن يقال رجل واحد ودرهم واحد ودار واحدة. تمام؟ لكن لا يقال رجل إيه؟ أحد، وإنما يقال إيه؟ الله أحد. اسم أحد أيضا ينتظم التوحيد في الذات. التوحيد فين؟ في الذات. لما تقول إن كلمة أحد بالنسبة لله كاسم من أسماء الله
يفيدنا معنى التوحيد فين؟ في ذات الإله، في الذات، توحيد في الذات الإلهية. واسم الواحد ينتظم التوحيد في الصفة، بحيث يقال فلان واحد زمانه، فلان واحد إيه؟ زمانه، يعني في صفته، في صفة معينة، واحد زمانه في صفات معينة. لكن بالنسبة للذات كلمة أحد هي التي تنتظم التوحيد في الذات. اختلفوا أيضاً في الفرق، والأشبه عندنا أن الواحد يستعمل لإفادة الصفات، والأحد يرجع إلى الذات، كما يقال فلان واحد زمانه ووحيد أقرانه، ويعنون بذلك تفرده بصفات لا يشاركه غيره فيها من أهل الزمان، كما قيل ويستدل ببيت من الشعر نظمه البحتري فيقول: لكل زمان واحد مقتدى به، وهذا زمان لا شك أنت واحده. والبيت ده له قصة جميلة نذكرها. كان هناك واحد من أهل حلب في سوريا يسمى طاهر ابن محمد الهاشمي، وكان رجلا سخيا، يعني إيه؟ كريما، وينفق ورث عن أبيه 100,000 دينار من المال، وأنفقها كلها على الشعراء وعلى الضيوف، كل ماله. فجاء البحتري وهو شاعر من أهل العراق ليزور حلب، لما سمع عن كرم هذا الرجل فجاءه ليزوره، فأرسل إليه غلامه، يعني كان في بداية البلد، وأرسل غلامه إلى هذا الرجل ليخبره أن إيه؟ أن البحتري الشاعر المعروف سيزورك، وأرسل معه قصيدة من الشعر مدحا لهذا الرجل. فالرجل حزن، لماذا؟ لأنه لم يعد عنده مال، كل الأموال بتاعته أنفقها. فلما حزن الرجل وليس عنده ما يعطي هذا الشاعر المشهور، طلب من غلامه أن يبيع البيت. فقال الغلام: يا كيف تبيع البيت وتجلس بدون البيت لتعطي شاعر، والناس ستعيرك بأنك ليس لك بيت، وأين تجلس إلى غير ذلك؟ فأصر إلى أن يبيع البيت، فجاء برجل واشترى البيت ب300 دينار. وبعد أن باع البيت أرسل نصف المبلغ 150 دينار لمين؟ للبحتري. فلما وصل المال للبحتري فقال فيه هذين البيتين: شكرتك، إن الشكر للبعد نعمة، ومن يشكر المعروف فالله زائده. لكل زمان واحد يقتدى به، وهذا زمان لا شك أنت واحد. والأحد عندنا عبارة عن التفرد بذاته، بحيث لا يقبل الانقسام. ولهذا قال بعضهم في وصف الله تعالى بالوحدانية: إنه تعالى أحد في ذاته، واحد في صفاته. كما قلنا إن الأحد ينتظم التوحيد في الذات، والواحد ينتظم التوحيد في في الصفات. ومعنى قولهم أحد في ذاته أن ذاته لا يقبل التجزئة والانقسام، ولا يتصور له المثل، لا يقبل التجزئة والانقسام، كما قلنا في شأن الجوهر الفرد، ولا يتصور له المثل، إذ لو تصور له المثل يصير اثنين على تقدير انضمام المثل له، لو كان له مثل سينضم إليه ويكون اثنان أو ثلاثة كالأعداد، كعلم الحساب، أنت تضع رقما أو عددا بجوار عدد فيزيد هذا العدد ويقبل الزيادة، والله سبحانه وتعالى أحد لا يقبل الزيادة بعد الانضمام إليه. ولو كانت أحديته بذاته لما صار اثنين بانضمام غيره إليه مع قيام ذاته، وهو معنى ما قيل إنه أحد لا من جهة لا من جهة العدد، وما سواه ليس بأحد بذاته، بل بالإضافة إلى جنس أو نوع. مثلا إذا قيل أحد الأشخاص فهو أحد بالإضافة إلى جميع الأشخاص لا في ذاته، فإن ذاته يشتمل على أجزاء وأعضاء وأبعاد من اليد والرجل والبطن وغير ذلك. وإذا قيل أحد أعضائه فهو الوجه مثلا، فهو أحد بالإضافة إلى جميع الأعضاء لا في ذاته، فهو الوجه لا يشتمل على العينان والأنف والفم وغير ذلك. فكل واحد من الأحاد في المخلوقات له أجزاء يتجزأ منها أو يتركب منها.
وإذا قيل أحد العينين فهو أحد بالنسبة إليهما دون ذاتهما، فإنه يشتمل على الأشفار والحنبة والبياض والسواد حتى انتهى إلى الجزء الذي لا يتجزأ، فهو أيضا ليس بأحد بذاته، إذ لو قدرنا جزءا آخر بجانبه من جنسه يصير كلاهما اثنين لا واحد. ولو كانت أحريته بذاته لما صار اثنين بانضمام غيره إليه مع قيام ذاته الموجب للأحرية، وكذا الاثنان يصيران ثلاثة بانضمام جزء آخر إليهما، فصح أن الأحد بذاته هو الذي لا يتصور له المثل ويستحيل الانضمام غيره إليه وهو الله سبحانه وتعالى. وأما الواحد، هذا في الكلام في الإيه؟ في الأحد. أما الواحد فهو الموصوف بصفات يتفرد الله سبحانه وتعالى بها عن غيره، نحو الجلال والعظمة والكبرياء والقدرة المحيطة بسائر المقدورات. يعني من صفات المولى عز وجل أنه واحد، أنه يتصف بهذه الصفات ويتفرد بها، فهو يتصف بالجلال والعظمة والكبرياء وقدرة محيطة بسائر المقدورات والعلم الذي لا يعزو عن مثله شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتصور أن يشارك الله سبحانه وتعالى كائنا من كان في هذه الصفات. فثبت أنه واحد في صفاته، وبهذا يبطل ادعاء المعتزلة في توحيد الله سبحانه وتعالى بنفي الصفات. يعني لما واحد من المعتزلة الذين يقولون إننا أهل العدل والتوحيد، وعندهم هو أصل من أصول الخمسة عندهم اللي هو إيه؟ اللي هو أصل التوحيد، إننا ننفي الصفات حتى لا نقول بتعدد القلماء أو لا نكسر القلماء، إحنا بنقول بقديم واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الكلام يبطل قولهم في توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله واحد في صفاته، لا يمكن أن يشارك الله سبحانه وتعالى في صفات الجلال غيره من المخلوقات. فإنا بينا إثبات هذه الصفات على وجه لا يشارك الله سبحانه وتعالى فيها غيره، فوجب كون الله واحدا، فكيف يكون منافيا للتوحيد؟ كيف تكون الصفات منافية للتوحيد؟ وهنا نقف على فصل إثبات كون الله سبحانه وتعالى غير جسم أو غير صورة، اللي هي الصفات السلبية التي يطرحها جماعة الماتريدية للرد على المشبهة والمجسمة. ونختم كلامنا بدعاء أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسماء لم يطلقها الشرع على الله سبحانه وتعالى، فإذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة اسما لله سبحانه وتعالى أو صفة له، نطلق هذه الأسماء.